السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الرايتين. الموضوع على 4. طبيعه الحال الموضوع كامل الرايتين غادي يكون على 10، ولكن فيه تاسك 1 اند تاسك 2 والزاميين نديروه. الموضوع هو كالتالي: complete the following paragraph، اتمم الفقره الاتيه. لأن كل ما علينا فعله هو نكملوا هذه الفقرة هذه. I do many things that make me happy. The first thing. إذا هنايا الجملة الأولى وشنو هي؟ I do many things that make me happy. يعني أنا كندير بزاف ديال الحوايج اللي كيخلوني نكون فرحان. وراها the first thing. يعني الشيء الأول ولا الحاجة الأولى شنو هي؟ ألو قبل ما نبدا نكتب هذه نفكر في هذا الموضوع واحد الوقيتة. I do many things. Many thanks. I do many thanks. طبيعة الحال ملي نقولو many يعني كتر من جوج ديال الحوايج، يعني ثلاثة الفوق، ثلاثة ديال الحوايج الفوق. يعني شنو هما هاد ثلاثة ديال الحوايج اللي غادي يخليوك تكون فرحان ولا غادي يخليوك تكوني فرحانة؟ إذا أنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير الأولى. طبيعة الحال ماشي في هاد الورقة هادي، هادي في الوساخ. هاد الورقة غادي نكتبو فيها الموضوع مباشرة، حنا غادي نستعملو الوساخ. غادي نجيبو هاد الورقة ديال الوساخ غادي نكتبو فيها. غادي نكتبو رقم واحد. إذا شنو هو الحاجة الأولى اللي كتخليني فرحان؟ مثلا نقولو chat with friends، ياك. تانية مثلا غادي نقولو go out with my family، ياك. تالتة مثلا play football with my friends. إذا هاد ثلاثة ديال الحوايج أنا غير فطرت، يعني كل واحد فيكم غادي يشوف شنو هما الأمور اللي غادي يخليوه يكون سعيد، اللي غادي يفرحوه. مثلا غادي نحددهم: chat with friends, go out with my family, play football. ياك، ألوغ هادو هما ثلاثة ديال النقط اللي غادي نكتب بهم الفقرة ديالي. مزيان، هادي الأولى. الثانية وشنو خصني؟ خصني علامة الربط باش غادي نربط، باش غادي نربط هاد الأفكار. هادو مجرد أفكار، خصني نكتبوهم نديرهم في جمل، وهاد الجمل هادي نربط وحدة بوحدة. إذا هادي نربط كلمة الربط. مثلا هنا عطينا هاد الكلمة الأولى. The first thing. وكما قلت لكم في فيديوهات سابقة، مثلا في عود ما تقول first، ياك، first دير فاصلة، كاين واحد الكلمة واحدة أخرى ولا عبارة واحدة أخرى اللي هادي تبين ولا تعطي الانطباع جيد لهذاك المصحح، ويعرف بلي أن هاد التلميذ هذا عنده مكتسبات سابقة وعنده رصيد لغة. مثلا to begin with. إذا نشوف first كلمة واحدة، وهادي تو بيجين ويد، ثلاثة ديال الكلمات. من جهة هادي تعطي انطباع جيد للمصحح، ومن جهة واحدة أخرى يعني هادي تكتب بزاف، يعني باش تبان بلي راك كاتب، لأن بزاف ديال التلاميذ يعني يبغاو يكتبوا بزاف. وأصلا راه هنا ما بقاش في الكمية، يعني شحال تكتب أصلا، عطاوك واحد زوج ثلاثة أربعة، يعني أربعة، وهاد الأخرى خمسة ديال السطورة. ما خصكش تفوت هاد يعني ما خصكش تفوتهم، لأن إلا فوتهم عارف بلي راك خارج على الموضوع. وما تعتقدش باللي ان خصك تكتب بزاف باش تجيب نقطه مزيانه، لا، هذا اعتقاد خاطئ. خصك تكتب داك الشيء معقول، يعني غادي نشوفوا الكيفيه ماشي الكم، الكيف. مزيان، الو جبنا هاد ثلاثه ديال الافكار: chat with friends, go out with my family, play football. هاد go out هادي نقدروا نغيروها، ياك. play football نقدروا حتى نغيروها، في عود play football نقولوا play video games، play basketball, read stories, play chess، إلى غير ذلك. المهم نختاروا ثلاثة ديال الأفكار. مزيان، ألوغ عندنا the first thing، ياك، ولا to begin with. I مثلا I love chatting with friends on مثلا Facebook, Instagram and other social media. ياك، ها حنا كتبنا جملة. إذا
I do many things to make me happy. ولا that make me happy. The first thing. أنا قلنا the first thing. يعني الشيء الأول. ما هادش نكتبو to begin with. يعني نكملو كما قالوا لنا. The first thing. The first thing is that I love chatting with friends on Facebook, Instagram, and other social media. Alors, puisque قلنا the first thing, يعني the second thing. ولا next ولا in addition يعني هادي نشوفو هادوك العلامات علامات الربط linking words alors هادي نديرو مثلا besides in addition besides in addition furthermore as well الى غير ذلك ياك الوغ هادي نزيدو قلنا I love chatting with friends on Facebook, Instagram and other social media in addition ولا furthermore hanging out إذن هادي hanging out ياك انا قلنا في عود ما نقولو go out هادي نستعملو واحد المرادف اللي هو to hang out وهاد hang out هي go out ايوا شنو ملي هادي نستعمل hang out يعني هنا هادي تبين وتعطي داك الانطباع الجيد باللي انك يعني على الدراية وكتستعمل واحد الاسلوب راقي واحد الاسلوب زوين الو hanging out with friends or family facela is another factor that make me feel so good مزيان الوغ ها هو الزوج اذا استعملنا الاول قلنا first ولا to begin with I love chatting with friends on Facebook Instagram and other social media furthermore اذا لاحظوا معايا استعملنا هاد كلمة الربط furthermore hanging out يعني الخروج او التسكع في الطرقات hanging out with friends or family is another factor that make me feel so good مزيان الو خلنا وشنو الثالثه ها هو حنا وقفنا هنايا هادي نختاروا واحد كلمه ربط ولا واحد العباره نتاع ربط linking word استعملنا هنايا قلنا استعملنا وشنو استعملنا furthermore هنا هادي نقولوا in addition كما اذا نرجعوا للفكره ديالنا وشنو هي الثالثه play football with friends in addition I never feel so good as I do when I play football وهاد فوتبول كما قلت لكم تقدر ديروها باسكتبول تشيس ولا فيديو جيمز الى هذاك بالمناسبه تشيس هو الشطرنج الوغ بلاي الوغ قلنا ان اديشن اي نيفر فيل سو جود از اي دو وين اي بلاي فوتبول ويذ ماي فريندز صافي إذن هذه الفكرة الثالثة إذن الفكرة الأولى هي هذه شنو هي I love chatting with friends ياك مشينا درنا the first thing الزوجة استعملنا furthermore وهي hanging out ياك والثالثة استعملنا فراها in addition I never feel so good as I do when I play football with friends. صافي صلاة عنبي. وشنو هادي تجي؟ هادي تجي الخاتمة. الو الخاتمة هادي نقولو
all in all ياك هاد الكلمه ولا هاد العباره ملي كنبغيو نختمو واحد الباراجراف. اذا يا اما نقولوا all in all ولا to sum up to sum up ولا in conclusion in conclude in conclusion. اذا نتوما هذه تختاروا وحده من هاد الكلمات بثلاثه وحده فيهم مزيان. in conclusion ياك I do many things to feel happy. صافي بهذه البساطة هذه إذن أعزائي التلاميذ كانت هذه طريقة مبسطة وباش نبين لكم باللي كتابة موضوع إنشائي غاية في البساطة وشنو خصنا شوية ديال التركيز وشوية ديال النظام. إذن شكرا لكم على حسن التتبع، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الدورة الاستدراكية، وأتمنى يعني التوفيق للناجحين اللي ينجحوا في الدورة العادية، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة. عفوا.